بتعرف اذا قالها من قبل يتجوزني انا بتحجب وبلبس خمار وبروح بصلي وبتوب وما بدي التليفون حتى بس يتجوزني يقبرني ما اجمله. اذا الشيخ تجوز وحده انه لبسها مفتوح وهيك بفوت على الجنه، انت ما بدك تفوت على الجنه؟ ادهم تقبل تتجوزني؟ إنجي خوري تطلب الزواج من المطرب المعتزل أدهم نابلسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين قناة سيف ترند. أثارت الفنانة إنجي خوري جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد طلبها الزواج من الفنان المعتزل أدهم نابلسي، وطلبت الفنانة السورية الزواج من الفنان الأردني المعتزل مشيرة إلى أنه في حال وافق ستتوب وترتدي الحجاب. وظهرت إنجي خوري من خلال مقطع فيديو تداوله المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه: إذا أدهم نابلسي تزوجني بلبس حجاب ونقاب وبتوب وما بدي تليفون. بيقولوا إذا الشيخ اتجوز واحدة لبسها مفتوح وتابت بيدخل الجنة، ما بدك تدخل الجنة، بليز اتجوزني. والحد هنا نبقى وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشرفنا بشاركك في القناة. انتظرونا في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.